بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الصغار، نرحب فيكم في برنامجكم اللي إن شاء الله حبيتونه واستفدتون منه، برنامجكم مأتم الطفل الحسيني. شاركوا معانا الليلة على حب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا تنسون تتصلون وإن شاء الله نسألكم سؤال خفيف وبسيط وإن شاء الله تحصلون الجائزتكم الكبرى من السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وجائزتكم الصغرى المقدمة من مأتم المرخ من مركز دار الوفاء في منطقة المصلى. لا تنسون تتصلون من الأرقام المتواجدة أسفل الشاشة. وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. في مثل هذه الليلة نعيش ذكرى عظيمة وأليمة وفجيعة، ذكرى فطرت قلب السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وفطرت قلب أمير المؤمنين عليهم السلام. ذكرى رحيل أعظم إنسان في الدنيا، رسولنا وحبيبنا النبي الأعظم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في مثل هذه الليلة، ليلة 28 من شهر صفر سنة 11 هجرية، كانت الذكرى الرحيل المفجع، وكان عمر الرسول في وفاته على أكثر الروايات 63 سنة. أكثر الروايات تقول يوم يستشهد النبي كان عمره 63 سنة. في البداية خلنا نتعرف على مجموعة من ألقاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، واللي المفروض كلنا يحفظها لأن سيرة الرسول مهمة، وهي اللي خلتني وخلتك من شيعة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ونفتخر بهذا الشيء. خلنا نقول ألقاب الرسول، ومن ألقاب الرسول الأمين والمختار والمصطفى وحبيب الله وخاتم الأنبياء. الحين احنا عرفنا بعض القابة، خلنا الحين نعرف منهم أولاد وبنات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولاده هم القاسم وإبراهيم وعبد الله، وبناته سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، ورقية وزينب وأم كلثوم. وجي الاتصال ونقول سلام عليكم. عليكم السلام. مأجور، عرفنا عن اسمك. سيد إبراهيم سيد عقيل. سيد إبراهيم سيد عقيل، من وين سيد إبراهيم؟ من قرية المرخ. من قرية المرخ، كم عمرك؟ مدخل 11 2021. يعني قريب. إنزين بسألك سؤال، إن شاء الله كنت مركز وياي. إيه. إنزين، متى توفي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتاريخ الهجري؟ أعطي خيارات. 28 صفر. 28 من شهر صفر، وإجابتك صحيحة، وإن شاء الله تزور. عفوا إجابتك خاطئة، عفوا إجابتك خاطئة. انقطع الاتصال، يوجد خطأ. انزين، مثل ما قلنا من أولاد النبي هم القاسم وعبد الله، زين، ومن بناته السيدة فاطمة الزهراء ورقية وزينب وأم كلثوم. وأكيد ما ننسى المعصومين أئمتنا، كلهم أبناء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، من نسل
السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. خلنا الحين نتعرف على ولادة النبي وشخصيته وأخلاقه، والمفروض كلنا نعرفها. يعني إذا ما نعرف شيء عن النبي لازم نسأل أمنا ونسأل أبونا، أو نبحث عن شخصيته وأخلاقه، لازم نبحث بعد عن أخلاقه في كتبنا المعروفة. يعني إذا أنا أجود الآيباد وألعب فيه 8 ساعات متواصلة، أخصص لي جزء من الوقت إني أبحث عن شخصية النبي، لأني إذا عرفت شخصيته واقتديت به زين بتفيدني واجد في الدنيا وفي الآخرة بعد. إذا الله يوم القيامة سألني من هو نبيك، أقدر أقول له بكل فخر نبي أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وجي الاتصال ونقول سلام عليكم. عليكم السلام. عرفنا عن اسمك. أحمد عمار. أحمد. أحمد عمار. أحمد من وين أنت عمار؟ أحمد من وين أنت أحمد؟ مقابة. من مقابة. كم عمرك؟ 11. 11 سنة. أحمد من مقابة. بسألك سؤال، أين دفن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين دفن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ في المدينة. في المدينة المنورة، وإجابتك صحيحة. إن شاء الله نزور الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة، ونزور الأئمة المعصومين في جنة البقيع، والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام رزقنا الله في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. مثل ما قلنا، ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة بتاريخ 17 ربيع الأول. ولد النبي بتاريخ 17 ربيع الأول في عام الفيل، واسم أم النبي آمنة بنت وهب. اسم أم النبي آمنة، وأبو النبي اسمه عبد الله ابن عبد المطلب. اسم والد النبي عبد الله ابن عبد المطلب، واللي أرضعت النبي اسمها حليمة السعدية. النبي أول ما ولدوه ولد النبي يتيم الأب، ورباه جده عبد المطلب بعد وفاة أبيه، وبعدين رباه عمه أبو طالب بعد وفاة جده. وعاش النبي حياة صعبة، يعني يوم صار رسول من عند الله سبحانه وتعالى علشان يهدي الناس ويرشدهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، قاموا بعض المشركين واللي ما يحبونه يسوون له أشياء مو زينة، يفلتون عليه الوصاخ والأشواك، وخلون الأشواك على الطريق اللي يمشي عليه. وكان صابر وساكت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علشان نعرف أخلاق النبي ونتعلم منها. بنقول لكم هذه القصة السريعة والمختصرة. مرض واحد من المشركين إلا يرمون الأوساخ ويحطون أشواك للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقام ما يطلع وكله على فراشه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عنه وقالوا ليه ترى هذا الشخص مريض. قام النبي سيده راح وزار في بيته ودعا له إنه الله يشافيه ويعافيه من هذا المرض. زين، هذا الشخص المشرك استغرب وقال للنبي أنا اللي غربلتك وحطيت الأوساخ والأشواك في طريقك وتجي تزورني؟ استغرب هذا المشرك وتدعو لي بعد بالشفاء؟ اتأثر هذا المشرك
وصار مسلم على ايد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ بسبب موقفه العظيم وأخلاقه الرفيعة. صار مسلم بسبب أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وش تعلمنا احنا من هذه القصة؟ تعلمنا ما نقابل الإساءة بالإساءة. يعني مو لين واحد غلط علينا أقوم أغلط عليه، إنزين مو إذا واحد سباني أقوم أسبه، ما أقابل الإساءة بالإساءة. سباني أقول له شكرا، رحم الله والديك والله يهديك وادعي إليه بالهداية، بدل ما أسبه. إنزين والله في القرآن قال عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. يعني بأخلاقنا نقدر نغير أشياء واجد. وجه الاتصال ونقول سلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام. عرفنا عن اسمك. رضا جعفر طاهر. رضا جعفر طاهر، من وين أنت رضا؟ من المارخ. من قرية المارخ. تعرف عمرك؟ إيه 8 سنوات. 8 سنوات. إنزين بسألك، من هي أم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ حليمة. أم النبي، مو مرضعة النبي، أم النبي. أساعدك رضا، أساعدك. إنزين أم النبي، هل هي آمنة بنت وهب أو حليمة السعدية أو فاطمة بنت أسد؟ آمنة بنت وهب. حليمة. مرضعة النبي حليمة السعدية، وأم النبي آمنة بنت وهب. إحنا مو عيب نخطأ، لازم نتعلم من أخطائنا، وإذا ما نعرف الشي لازم نتعلم. العيب إن إحنا ما نعرف، نروح نسأل أمنا وأبونا ونتعلم إن شاء الله. إنزين مثل ما قلنا إن الله في القرآن الكريم قال عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني بأخلاقنا نقدر نغير أشياء واجد. بدل ما أسوي عداوة مع واحد وياي في الصف أقدر أكسبه. الحين أنت تسألني شلون أكسبه؟ يعني أخليه يصير رفيقي. شلون؟ بسبب أخلاقي اللي تعلمتها من حبيبنا ونبينا وقدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهني عندنا وقفة مهمة بعد في هذا الموضوع، له القدوة. أول شيء يعني وش القدوة؟ القدوة هو إن أخلي لي شخص أقوم أقلده في كل شيء، أسوي مثل أسلوبه وأتعلم منه كل شيء. يعني مثل ما يسوي أنا أسوي. ترى في ناس واجد يخلي لاعب الفلاني هو قدوته ويقوم يسوي قصة شعر مثله ويسوي مثل حركاته ويلبس مثل الثياب اللي يلبسها. هل هذا صح؟ أكيد مو صح، لأن هاللاعب تقلده في أشياء مو زينة، لا تنفعك لا في الدنيا ولا يوم القيامة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لازم يكون هو أكبر قدوة لنا. ليش؟ لأنه أعظم إنسان وأفضل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى، ولأنه اللي بيشفع لي وبيشفع لنا إن شاء الله يوم القيامة، وعن طريق إن شاء الله من يدخل الجنة عقب ما قدم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم للناس كل هذه الدروس، وصارت حياته
كلها عطاء وتفاني في خدمة الدين. صار النبي على فراش المرض في آخر أيام حياته، وقام يوصي الإمام علي على على السيدة فاطمة الزهراء، ويوصي على أحفاد الإمام الحسن والحسين والسيدة زينب عليه السلام والسيدة زينب عليها السلام. وفي هذه اللحظات سمعوا صوت واحد يطق الباب. من اللي يطق الباب؟ هذا ملك الموت، الملك اللي أعطاه الله هذه المهمة اللي هي قبض الأرواح. النبي قال لي وش تبوا يا ملك الموت؟ ملك الموت قال لي النبي، قال لي تباني الحين أقبض روحك لو في وقت ثاني؟ هذا الشي ما صار إلا للنبي وما بيصير لأحد عقبه. ملك الموت ما يستأذن على أحد، يعني ملك الموت ما بيسألني ولا بيسألك عقب النبي. فقال النبي خلني أستشير حبيبي جبرائيل، وبالفعل استشار وقال لجبرائيل للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى، يعني إن الآخرة أفضل لك من هذه الدنيا. وفي لحظات قبض الروح قال النبي لملك الموت: يا ملك الموت ثقل علي وخفف على أمتي، يعني النبي لآخر نفس في حياته وهو يعطينا دروس في الأخلاق والإيثار. وجي الاتصال ونقول سلام عليكم. عليكم السلام. عرفنا عن اسمك. محمد جعفر. محمد جعفر، من وين أنت محمد؟ من قاهرة المرخ. من قرية المرخ. كم عمرك؟ 10 سنوات. محمد جعفر عمرك 10 سنوات. بسألك سؤال، أين ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ مكة المكرمة. في مكة المكرمة. وإجابتك صحيحة، وإن شاء الله نزور مكة المكرمة ونعتمر ونحج. قول إن شاء الله. إن شاء الله. إنزين، عقب ما استشهد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضجت المدينة بالصياح وبالنوح، الكل ينادي ومحمداه ورسوله. ودفن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. انزين، واحنا الآن ندعي إن شاء الله نروح ونزور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام في جنة البقيع والسيدة الزهراء عليها السلام. الحين احنا بنعطيكم أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بالخصوص عن الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقول لكم ترى الصلاة على محمد وآل محمد إليها ثواب جدا 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 عظيم، يعني هي جملة سهلة على اللسان لكن ثوابها واجد كبير، سهلة على اللسان وثقيلة في الميزان. خلنا ناخذ هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة هي الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وناخذ آخر حديث عن الإمام الرضا عليه السلام. قال الإمام الرضا: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا وياكم أحبابي إلى نهاية البرنامج، برنامجكم مأتم الطفل الحسيني. لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. السلام عليك يا سيدي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك أيها البشير النذير والسراج المنير، السلام عليك من بعيد أقصى ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. اليوم فقدت أباها فاطمة، اليوم قد فقدت أباها أرأف الآباء، فمن ذا يعز وارتضى في المصطفى والأنبياء وسيد الأمناء. ومن ذا يعز المجتبى في جده حسن الزكي وسيد الشهداء. ومهابط الوحي التي قد عطلت لرزية عمت على البصحاء، وتعج فاطمة بقلب والهن، وتعج فاطمة بقلب والهن، وحشا مسجرة بلا إطفاء. ولكن من أمر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
النبي صلى الله عليه وآله هو الرحمة، هو عين الرحمة، فبما رحمة من الله نلت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ورحمة على أعدائك، ورحمة لجيرانه، ورحمة لأصحابه، ورحمة حتى لذريته، ورحمة لذريته وعترته، رحمة على أعدائه. ذهب إلى الطائف يدعوه من الإسلام، أمروا صبيانه وسفهاءه أن يوقفوه بالحجارة والأشواك، فاجتمعت الحجارة على جسمه حتى دميت رجلاه. وصل إلى حائط، يعني جدار بستان، استند إليه، ما مرول ولا أعول ولا بكى ولا شكى، بابتسامة قانعة، بابتسامة الرضا، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. النبي رحمة جيرانه، أول ما سكن المدينة كان من جيرانه واحد يهودي، وصار يؤذيه، يلقى القمامة في وجهه. النبي صابر عليه، فقده يوم من الأيام، قال: أين جارنا اليهودي؟ قالوا: إنه مريض. فدخل عليه يعوذه، ملاطفا له، محادثا له، مغلقا عليه، معطيا له، فمات ماله، حتى قال: مد يدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد رحمة لأصحابه، إذا جلس يجلس أحد لا يتميز، يسافر معهم، يقولون: نحتاج إلى طعام، يقول أحدهم: علي ذبح شاة، ويقول الثاني: علي سوقها، ويقول الثالث: علي طوفها، ويقول النبي: علي جمع الحطب، فيقولون: يا رسول الله إنا نكفيك، قال: علمت أنكم تكفونني، ولكني أكره أن أتميز عليكم. كان رحمة بعترته، كثيرا حنان على ذريته. يرى الحسين يمشي ابن سنتين يحثو في مشيته، ينزل النبي من المنبر يأخذه، يضمه إلى صدره، يقول: اللهم إني أحبه، فأحب من يحبه. فاطمة، وما أدراك ما فاطمة، إذا رآها قام إليها، إذا رآها قبل ما بين عينيها، أجلسها أمامه، جلس بين يديها يحدثها. فاطمة أم أبيها، بأبي أنت يا أم أبيها، فاطمة وجوده، فاطمة كيانه، فاطمة خلاصة حياته، فاطمة بضعة مني يؤلمني ما يؤلمها، يؤذيني ما يؤذيها، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة يقف على بابها كل صباح عند صلاة الفجر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصلاة الصلاة. ثم يطرق الباب، بني فاطمة
أدخل الدار. الله أكبر. تقول يا رسول الله البيت بيتك والعيال عيالك، ما تحتاج أنت إلى استئذان. قال أكره أن أدخل عليكما وأنتما في حال تكرهان الدخول عليها. واعجباه واعجباه، يستأذن الأمين ببابها يدخل واعجباه. الزهراء تستغرب تقول والجرح لما يندمن والرسول لما يكفر وتحل المصائب علينا. هي الزهرة تقول صبت علي مصائب ومصيبة واحدة، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. ولذلك يوم جاء سلمان ياخذ بخاطرها وهدئ روعتها، قالت له لا تلوني لو هاجت احزاني. يا سلمان كنك ما تدري بالذي فعلت، الهدوان من خذوا حق ولا ران، وصية وهجموا علي الدار وساتر ما علي، والمرتضى جالس وعبرات جرية ينظر لهم في بابنا، وجهوا النيران فسلومني ضلع انكسر في الباب. قوة ما قصروا فينا عديمين، المروة شنك ما تدري بالعابد بي اشتوى. أنا بنتك فاطمة الزهرة الزكية، أنا بنتك لا أحد يدخل علي. ويلي ويلي يا بتولى يا بتولى، دار بابك يحرقونا. يا بتولى وهذا خدك يلطمونا. يا بتولى والجنين يسقطونا. يا بتولى والوصي بيقيدونا. اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفعنا عند الله يا وجيها عند الله اشفعنا عند الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بكاه العرش والتنزيل، نعاه في السماء جبريل. بكاه العرش والتنزيل، نعاه في السماء وفي الأفق تردد ودان يا محمد.
وفي الأفق تردد ودعني يا محمد بكاه العرش والتنزيل نعاه في السماء جبريل بكاه العرش والتنزيل نعاه في السماء وفي الأفق تردد وداعا يا محمد وفي الأفق تردد وداعا بكاه العرش والتنزيل نعاه في السماء ألم ما ينشرح مثل هذا الجرح ألم ما ينشرح مثل هذا الجرح على الدين يا أبا ما مر ولا والهم ولك دار كئيب الكون أحس وإلى المدفن شمس كئيب الكون أحس وإلى المدفن شمس توارتها المساء تحت الترايب مصيبة مو مثل باقي المصايب يا ليلة من الألم دموع الزهرة دم يا ليلة من الألم دموع الزهرة دم يجرعها اليتيم كاسة والويل تذوب من الحزن في ظلمة الليل من يواصل بطول رحل عنها الرسول من يواصل بطول رحل عنها الرسول وخلاها جسد لكن بلا روح ما غير الونول حسرة والجروح ما غير الونوي حسرة والجروح وحيدار أسف هم مني فيهم في هالليل يا أوالي إجاب ح
حيزنا ودنا منا ونوايشي لا علي وبمهجته كم نار وكم لوعه وكسر حان ظهر أسى المختار وهده الأمر علي وبمهجته كم نار وكم لوعه وكسر حان ظهر أسى المختار وهده الأمر يعانى تميد نظرة لبو الزهرة وهو يغسل بحنينا إلى الذكرى رجع حسرة الدمع حلا شي صبر قلبه المفجوع وشافت كفنا على قلبه وعلى الضلوع يشيل المدفنة شي صبر قلبه المفجوع وشافت كفنا على قلبه وعلى الضلوع يشيل المدفنة على قلبه وعلى الضلوع يشيل قلبه مكسور روحه تفور قلبه مكسور روحه تفور يدفن النور علي شلون بقبر والله ما يهون سيد الكون والله ما يهون سيد الكون يدفن شلون يا مصعب هالأمر مودة مدفنة وتزفر والمصيبة أكبر حزن ما تحمل جبال مدى نزل في لحظة قلب على خدة من بدل دموع سال مدى مدفنة وتزفر والمصيبة أكبر حزن ما تحمل جبال مدى نزل في لحدة قلب على خدة من بدل دموع سال من بدل دموع قلبه مكسور روحه تفور يدفن النور علي شلون بقبر والله ما يهون سيد الكون يدفن شلون هي مصعب هالأمر مدى مدفنة وتزفر والمصيبة أكبر حزن ما تحمل جبال مدى نزل في لحدة قلب على خدة من بدل دموع سال من بدل دموع سال حيدر احتار من هلك دار حيدر احتار من هلك دار يرجع الدار ما يقدر بالحسن قلبه الذاب دمع سجاب عنا بتراب رسول الله دفن
يرجى عنا للبتولة حالته مهولة شو الذي تقوله يرجى يدري عن وجدها والمصيبة عدها هل فقد يهدها هل فقد يهدها حيدر احتار من هلك دار يرجع الدار ما يقدر بالحسن قلبه الذاب دمع ستشاب عنا بتراب الرسول الله اندفن يرجى عنا للبتولة حالته مهولة شو الذي تقوله يرجع يدري عن وجدها والمصيبة عدها هل فقد يهدها هل فقد يهدها يا رسول الله والفقد أليم راحل والكون مولانا يتيم يا رسول الله والفقد أليم راحل والكون مولانا يتيم لا نقوى الوداعا نشكوك الضياعا لا نقوى الوداعا نشكوك الضياعا نشكوك الضياعا والفقد أليم راحل والكون مولانا يتيم يا رسول الله والفقد أليم راحل والكون مولانا يتيم لا نقوى الوداعا نشكوك الضياعا لا نقوى الوداعا نشكوك الضياعا نعاك العرش واللوح وقرآن مجيد من الله إلى الله أيا طه تعود تنزلت من الغيب وقد حان الصعود تساميت على الأرض فناداك الخلود تساميت على الأرض فناداك الخلود نعاك العرش واللوح وقرآن مجيد من الله إلى الله أيا طه تعود تنزلت من الغيب وقد حان الصعود تساميت على الأرض فناداك الخلود ولو أن الفنا يلقاك فالكون الفقيد ولو أن الفنا يلقاك فالكون الفقيد لذا تبقى وفي زنديك يرتاح الوجود لذا تبقى وفي زنديك يرتاح الوجود غائب بالموت تعطينا حضورا ذاتك العظمى تمد الكون نورا غائب بالموت تعطينا حضورا ذاتك العظمى تمد الكون نورا يا مولاي إنا مذ كنت فكنا لا ما غبت عنا تعطي الأرض أمنا لا ما غبت عنا تعطي الأرض أمنا أمنا يا رسول الله والفقد أليم راحل والكون مولانا يتيم يا رسول راحل والكون مولانا يتيم
لا نقوى الوداعا نشكو كالضياعا، لا نقوى الوداعا نشكو كالضياعا. سنشكو الله فقد الطهر ما أقساه فقدا ولم، سنشكو الله فقد الطهر ما أقساه فقدا ولم نألف لحزن الفقد مذ فارق تحدى. فتحنا الصدر يا مولاي من أجلك لحدا، لنعد يا أبا الأيتام كم نحتاج عودة، لنعد يا أبا الأيتام كم نحتاج عودة. سنشكو الله فقد الطهر ما أقساه فقدا ولم نألف لحزن الفقد مذ فارق تحدى. فتحنا الصدر يا مولاي من أجلك لحدا، لنعد يا أبا الأيتام كم نحتاج عودة. فطبع البحر بعد الجزر أن يرجع مدا، فطبع البحر بعد الجزر أن يرجع مدا. روفا كنت بالحيرة وحاشا أن تصدا، روفا كنت بالحيرة وحاشا أن تصدا. ها لنا يا سيد الموت الفجيع، ما جفانا الحزن وانهالت دموعه. ها لنا يا سيد الموت الفجيع، ما جفانا الحزن وانهالت دموعه. إن الحزن سرمد يبقى ما له حد، من مثلك يفقد ارجع يا محمد، ارجع يا محمد. يا رسول الله والفقد أليم، راحل والكون مولانا يتيم. لا نقوى الوداعا نشكو كالضياعا، سيستشري بنا ليل فقد غادرت هديا، ومن دونك ما كنا يا مولاي شيئا. سيستشري بنا ليل فقد غادرت هديا، ومن دونك ما كنا يا مولاي شيئا. تعاني بنتك الزهراء حزنا سرمديا، بل الزهراء من بعدك لن تبقى وتحيا، بل الزهراء من بعدك لن تبقى وتحيا. ودون الماء لا تلقى زهور الدوح ريا، ودون الماء لا تلقى زهور الدوح ريا. رحيل المصطفى قاس وقد أدمى عليا، رحيل المصطفى قاس وقد أدمى عليا. فاطم قاست جراحا في جراحي، ها هو الكرار مكسور الجناح. فاطم قاست جراحا في جراحي، ها هو الكرار مكسور الجناح. زهراء العظيمة قد صارت يتيمة، زهراء العظيمة قد صارت يتيمة. عاشت بالهضيمة كم تشكو الظليمة، عاشت بالهضيمة كم تشكو الظليمة الظليمة. يا رسول الله والفقد أليم، راحل والكون مولانا يتيم. يا رسول الله والفقد أليم، راحل والكون مولانا يتيم. إلى نقوى الوداعا نشكو كالضياعا، لا نقوى الوداعا نشكو كالضياعا. صلوا على محمد وآل محمد.